وفي عجمان حيث ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ترأس الاجتماع الثالث لعام 2018 للمؤسسة. وتم في الاجتماع استعراض عدد من المواضيع، منها تخصيص 5 ملايين درهم لمبادرة يسر الخاصة بأصحاب القضايا المالية والمديونين، ودعم المقبلين على الزواج وعمل الصيانة اللازمة للمساكن المتضررة في الإمارة، إلى جانب دعم الأسر المستحقة والمتعففة والأيتام وطلبة العلم والمرضى وكبار السن.